بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة على أخوكم جمال باظفاري، يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا عندي مشكلة أثناء مثلا دعسة البريك في هذه السيارة، السكان كله اهتز. هذا طبعا سببه البريكات ممكن تكون منتهية، وأيضا الدرام ويل زين او الديسك بريك هذا يكون يعني على وشك خلاص، يعني ما واصل، ممكن انت خرطته او سويت له تصفية اكثر من مرة، وبالتالي ما يتحمل مثلا البريكات زين، والبريكات هذه استوت مثلا تآكلت، ومنها البستن كامل مال البريك، البستن راح يدخل للداخل وراح يسبب لك النفضة هذه، لأن ما في مجال إنه يمسك بشكل سليم. زين، إذا واجهت هذه المشكلة يجب عليك أولا استبدال البريكات. زين، إذا ظلت عندك هذه المشكلة يجب استبدال البريكات والدرام ويل. حرويكم إياها الحين، هتشوفون النفضة. حصل السكان يسوي لك كذا يهتز. زين، السيارة كلها فيها نفضة يوم تدعس البريك. طبعا هذه خاصة في السرعات العالية، يعني طبعا تمشي 80 ممكن 100 60 هتحصل المشكلة هذه. طبعا في هذا المقطع ما راح اشرح، راح فقط رويكم عمليا، راح استبدل الدرامات الاماميه مع البريكات، وايضا ممكن في مقطع اخر راح استبدل البريكات الخلفيه، لانها خلاص سياره موديل 2012 كملت تقريبا. زين، حدود 8 سنوات داخلين على 9، ونبدأ إن شاء الله في عملية الاستبدال.
أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. طبعا لا تحاول أنك تزيد أي زيت لهذه العلبة، لأن ممكن يكون عندنا مثلا البريكات الخلفية أيضا تحتاج إلى تبديل، راح أبدلها إن شاء الله في المقطع القادم. صلى الله.